السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. إذا كنتوا أول مرة غادي تزوروا القناة ديالي فمرحبا بكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك وكومنتير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. اليوم إن شاء الله موضوع مختلف عن المواضيع الأخرى، ولأول مرة في قناتي غادي نهضروا على موضوع أو مشكل تأخر الحمل. إذا بغيتوا تعرفوا تفاصيل أكثر خليكم معايا نهاية الفيديو. نحكي لكم على قصة واقعية لصديقة ديالي اللي عانت لمدة 5 سنوات من تأخر في الحمل، وأخيرا ربي سهل عليها ودابا تبارك الله عندها وليد عنده 3 سنين، ما تكون كلها محرومة إن شاء الله. وفي هذا الفيديو غادي نشارك معكم بالضبط أشنو دارت، وغادي هاد النبتة المعجزة اللي غادي نشاركها معكم بفضلها شحال من وحدة سهل عليها الله وحملات بإذن الله تعالى بطبيعة الحال. وغادي نعطيكم بعض الأشياء اللي خاصك ديريها من غير هاد العشبة هادي، فخليكم معايا نتعرفوا كاملين على شنو هي هاد النبتة هادي. وغادي نتعرفوا على اول مشكل كان عند صديقه ديالي اللي هو حبوب منع الحمل. وكيف ما كتعرفوا ان السيدات كاملين اللي كيستعملوا حبوب منع الحمل من مورا الزواج فكيخلق ليهم او اللي كيسبب ليهم مشكل، هذا المشكل اللي كان عند الصديقه ديالي يعني وقع ليها بسبب حبوب منع الحمل بالدرجه الاولى، لانها كانت كتستعملهم وكانت كتنوع فيهم بزاف. وانتم كتعرفوا ان بلا مشكل تاخر الحمل فهو عنده اعراض جانبيه اخرى هاد حبوب منع الحمل، دونك من الاحسن تفاداوهم في الاول بالخصوص. والمشكل الثاني اللي كانت لقات عندها واللي خصوه ليها الاطباء اللي هو تكيس المبايض، هذا المشكل هذا عانت منه ولا كتعاني منه مجموعه من السيدات، وزارت بزاف ديال الاطباء. واحد فيهم كان قال ليها بانها تقدر تحمل وهي عندها تكيس في المبايض، وطبيبه اخرى كانت قالت ليها ما يمكنش لك تحملي الا ويتحيدوا لك بعدها التكيس في المبايض، وبدات كتعطيها في الادويه وما خلتش شي دواء ما جربتوش ما خلتش شي راي ما دارتش به. يعني بركي عارفه باش كتكوني محرومه من الوليدات اي واحد قال لك شي حاجه كتحاولي انك تجربيها سواء في الطب سواء في الادويه سواء في الاعشاب. دونك هادشي اللي دارت صديقه ديالي، كانت خدات الدويات بزاف، زارت بزاف ديال الاطباء، كل واحد شنو كيقول ليها كتبع تريتمون وما كيجيبش الله، كتعاود تريتمون واحد اخر وما كيجيبش الله. يعني داك المشكل اللي كان بقى معاها وهي كتعاني منه لمده 5 سنوات. المهم اول حاجه كانت قامت بها، والحمد لله من بعد ما سولت بزاف ديال السيدات اللي كانوا محرومات ولا كانوا يعني كان ما سهلش عليهم الله في الحمل، كاين اللي مده 5 سنوات، كاين مده 6، كاين مده 10 سنوات ولا حتى فوق 10 سنوات. يعني الشيء الاول اللي خاصك ديريه هو انك تخوي راسك من هذا الامر بالذات، وتخليه مفوض، تخلي الامر ديالك مفوض الله سبحانه وتعالى اللي هو قادر على كل شيء، يعني غير كل حاجه بالوقت ديالها. يعني تحاولي تعيشي حياتك بعيدا على هذا الموضوع، ما تخليش هذا الموضوع هو العائق عندك في حياتك وتبقاي تفكري فيه. يعني دائما الحاجه باش كديريها في بالك سبحان الله ما كتصدقش. ثاني حاجه هو الاستغفار. البنات راه هذه هي فعلا راه هذه اللي خاصنا نقولوا عليها معجزه صراحه، هو الاستغفار راه كيحل شحال من حاجه مستحيله. يعني الاستغفار كيحقق شحال من ديال المستحيلات. بقيت تستغفري الله صباح مساء وحافظي على الاذكار ديالك، خصوصا الاستغفار اللي بالفضل ديالو شحال من مشكله تحلات، وشحال من وحده فعلا بفضل الاستغفار حملات وربي سهل عليها. يعني حاولي تستغفري الله بنيه انك يسر لك الله في هذا الامر هذا. وعاد باش دازت لهاد العشبه هذه اللي هي اللي بغيت نشارك معكم ان شاء الله لعل وعسى حتى تكون تفيد شي وحده فيكم وربي سهل عليها كيف ما سهل على الصديقه ديالي وعدد كبير من السيدات. يعني كنأكد على هاد القضيه هذه بان عدد كبير من السيدات بفضل هاد العشبه ربي سهل عليهم والحمد لله وقع عندهم الحمل في مده وجيزه، واللي هما كيستعملوا هاد النبته هذه. غادي ندخل في صلب الموضوع ما غاديش نطول عليكم بزاف. فهاد النبته هذه هي نبتة الدغموس، غادي نخلي لكم الصورة ديالها في هنايا. هاد النبتة هادي فالشكل ديال هاد النبتة كتكون هكا طويلة شي شوية وخضراء وفيها الشوك كيف ما لاحظتوا في الصورة.
هي كيفاش دارت حتى حصلت على هاد النبتة، وشكون اللي وراها ليها، كيف ما كتعرفوا الجروبات ديال الفيسبوك، ولا وحدة كتشكي يعني ملي كتوصل بيك لو بلافون راه كتبقى في اي فرصة لي كتحاولي انك تعاودي المشكل ديالك، ولا فقط تلمحي ليه لعل وعسى شي وحدة تشوفه ويجيب الله اللي يوريها شي حاجة بحال هكا. وفعلا غير من طريقة يعني غير من خلال جروب على الفيسبوك، كانت واحد السيدة دخلت عندها الخاص ونصحتها بهاد العشبة وصافي، قالت لي علاش لا انا عييت بالدوايات، عييت يعني اللي قال لها شي حاجة راه كتجربها وما كيجيبش الله، وجاب الله الحمد لله الحمل على هاد على يد هاد السيدة هادي، الله يجازيها بألف خير، وبفضل هاد بفضل أكيد وبفضل هاد العشبة هادي اللي هي كيف قلت لكم عشبة الدغموس. هي هاد العشبة كتكون في الصحراء، كتكون خضراء ومن الداخل ديالها كيكون يعني باقي خضر، وهي هاد العشبة خاصها تيبس يعني تكرم وتطحن، يعني كتولي بحال الشكل ديال الكمون وكتشرب. غادي نوريكم طريقة ديال الاستعمال ديالها كيفاش تحصلوا على هاد العشبة، يا اما توصيو شي حد هكا في الصحراء يجيبها ليكم، او من الاحسن هي تاخدوها واجدة يعني تاخدوها ديجا مطحونة. شوفوا عند العشابة راه كتباع عند العطارة وعند العشابة، قول لهم غير نبتة الدغموس راه غادي يعطيوها ليكم واجدة، من الاحسن تشريوها واجده يعني ما تتسناوش تتكرم وتطحنوها، باش ان شاء الله المفعول ديالها يكون مزيان. كيفاش تستعملوا هاد النبته؟ خاصكم تاخذوا داك الدقيق ديالها يعني داك الغبره ديالها اللي طحنتوها ولا اللي شريتوها عفوا واجده، وتخلطوها مع العسل ديال الدغموس. العسل الحر ديال الدغموس راه موجود عند كاع الناس اللي كيبيعوا العسل، كاع صحاب اللي كتعرفوا معاك كيبيعوا العسل الحر راه كيبيعوا العسل ديال الدغموس، خاصكم تاخذوه حر كتخلطوه مع هاد الدقيق هذا، مع هذاك النبته اللي سبق لكم وطحنتوها ولا شريتوها مطحونه كيف سبق لي وذكرت، كتخلطوها وتاخذوا معلقه صغيره على الريق كل نهار في المده ديال الدوره، يعني كل نهار خلال الدوره غادي تاخذوا معلقه صغيره ما عمرش بزاف ديال العسل مخلط مع النبته يعني مع ديك الغبره، خذوا معلقه صغيره على الريق ومعلقه صغيره في الليل قبل ما تنعسوا. صديق ديالي لمدة 3 أيام الحمد لله مشى ليها تكيس المبايض، وفي نفس الشهر وقع ليها حمل، وكانت الفرحة ديالها لا توصف، الله لا يحرم منها كل وحدة يا ربي. ومسكينة ما يعني بحال ما بغات تيق حتى تأكدات عند الجينيكولوج وشافتها بعينيها، والحمد لله كيف قلت لكم ربي يسر ليها الأمر وحملت عادي، الحمل ديالها داز طبيعي وعادي جدا بدون حتى شي مشاكل، ولدت الطفل ديالها دابا ما شاء الله عنده 3 سنين، ربي يرزقكم يا ربي. وكيف قلت لكم هاد النبتة الحمد لله بزاف ديال الناس اللي كنسمعهم استعملوا نبتة الدغموس ولا غير العسل ديال الدغموس بوحديته مع الكروية ولا مع هكا شي عشبة اللي كتكون ديجا سامعين عليها، كيطحنوها وكيشربوها على الريق، وربي جاب ليهم التيسير يعني الحمد لله اللي عندها تكيس مبايض راه تحيد منها هي لمدة 3 أيام، باش رجعت لعند الطبيب تشوف المشكل لقاتو أنه اختفى تماما. وشوفوا الحمد لله يعني ربي جعل ليها السبب في هذه النبتة، علاش لا حتى نتوما ما تجربوها، ما عندها حتى شي ضرر بطبيعة الحال. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوها ليا في التعليق، وكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا كيعانيوا من هذا المشكل، والله يجازي كل وحده بالخير على النيه ديالها، واللي وصلت شي معلومه الله يجازيها بخير، والله يسهل يا ربي على كل محرومه. نخليكم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.